المهم الخوت احنا وصلنا هادو اللي هنايا راه طوموبيلات ديال الكاستمر هنايا. المهم جينا لواحد الديلر هنايا فواحد ماشي مدينه ولكن حيتاش هنايا مقاربين سميتها غارنر والمحل سميتو إيليت. دابا فاش وصلت هنايا في الاول خديت من عنده البيرميشن حيتاش قال لي واش ار يو تيكين جست فوروز. قلت له ودي راه انا كندير هادشي ديال اليوتيوب. ومشى دخل داخل وسول. حنايا راه كبير شويه ماشي بحال هذاك اللي مشيت ليه هذاك النهار. احنا غنشوفوا كاينين هنايا لي مارك بزاف كما تشوفوا هنايا وسعه كبيره. احنا غنشوفوا ورا الصهده صاحبي وجاب الله طاح دابا واحد الشتيوه. المهم داكشي ولا دابا مزيان. المهم اول وحده هي كيا. كيا هي الكيا راه كتعرفوها هي دايره 6950 هي تقريبا نقولوا واحد 7 المليون ما وصلهاش كاع وضربه 114 كي 114000. المهم كتبان مزيانه واقيلا مسدوده هادي مسدوده. المهم كما تشوفوا الحديد هنايا كامل راه كاين. هادي شناهي هادي واش النيسان ولا هادي ضرب هادي 12350 غاليه شويه ضربه 55000 يعني باقيه مزيانه هادي وتقريبا 12000 يعني شي 12 مليون مغربيه باش نحلوها مسدوده. كما تشوفوا هنايا هنايا الطوموبيلات باش تعرفوا واحد القضيه راه ما غاديش تلقاو مشكل الطوموبيلات هنايا كلشي اوتوماتيك فهمتي بحال راك سايق موطور ديرها في دي تاع ديماري ديرها في ار انت راجع اللور ديرها في بي انت مباركي صافي داكشي ساهل بزاف. المهم والحديد اش غنقول لكم الحديد تقريبا بالنسبه للمغرب نقدر نقول لكم هنايا رخيص في يعني في اليوزد يعني في الطوموبيلات المستعمله هنايا نقدر نقول لكم رخيص على المغرب. شوفوا هنايا المهم الشيفرولي شحال دايره دايره 8950 شحال ضاربه 58 كي 58000 مايل هنا تيحسبوا بالمايل ما عرفتوش كتبان لكم ولا لا حيت الشمس عرفتوش غتبان ولا لا 8950 قلت 9 المليون بحال هكاك. المهم شوفوا تقريبا ما عرفتش علاش كاملين سادين هما صاحبي واي مان واي. هنايا نيسان الا لاحظتوا كاين النيسان والفورد النيسان والفورد كاينين بزاف هنايا حيت هنايا في ميريكان ما غاديش تلقى بزاف هذاك الحديد ديال فرنسا ولا عندك تلقى الجابون بزاف ها هي النيسان عندك نيسان تويوتا الفورد حيت هذا هو الحديد الصحيح وهادو علاش تيزعموا بزاف المغاربه المراكنة تيزعموا على هذوك الكبار الا شفتوهم راهو ملهيها دوك الكبار ولكن هذوك تيكونوا غاليين الا تنشوفوا مثلا هاد السبور هادي شحال كدير بلاتي ايوا تسمن He doesn't allow? Oh, I thought you told me just it's okay. No. Oh, all right, man. Thanks, have a good one. Thank you. Yeah. Oh, دابا قال لك في الاول ممكن تصور. دابا قال لك ما عندكش الحق تصور. ما فهمتش صاحبي واش ميريكان دايره بحالو ولا غير هاد الناس اللي هنايا. ما فهمتش. والله ما فهمتش. حق الله. المهم نورمالمون خاص يشكرني حيت انا داير ليه قلت ليه في الاول ذيس از فري ادفيرتايزينغ يعني راه هذا راه بحال كندير لك اشهار وانا ما تنصور والو يعني طوموبيلات راه باينين وكلشي تيشوفهم هو قال لك لا ما خصكش دير لي ما تصورش ما عرفتش. المهم ماشي مشكل شو نشوفوا شي واحد اخر واش بان لكم الخوت دابا في هذا خونا هذا ما تيمركش واقيلا والله الا تعركت بالله ضربنا الطريقه صاحبي زعما هاد الديلر هذا تيبان ليا زوين شويه وشوف راه ركت وكبير وفيه الحديد بزاف يعني فيه الماركات بزاف فيه دوك الكاتكاتات بزاف فيه الفورد فيه التويوتا فيه المرسيدس فيه المهم فيه ماركات بزاف داكشي علاش جيت لهذا حيت فيه بزاف ديال الاختيارات
اوكي ما عليناش، نمشيو نشوفو شي واحد اخر، ما كاينش مشكل. هاني اخوت والله يا بزاف هاد الناس وحق الرب العلي العظيم. عرفتي مشيت لواحد ديلر اخر وكيما جبت الكاميرا مازال كاع ما بركت على ديك اللعيبه ديال الريكوردينغ ديال الفيديو، قال لي اكسكيوز مي سير اش كدير؟ تبدأ تنصور فيديو هذا بالنسبه لي. قال لي علاش زعما؟ قلت لي اليوتيوب ما عرفش كيشوفوك هز الترايبود مع كاميرا وهادشي تيقول هذا ما عرفتش شنو كيدير. وقال لي اسمح لي ما تقدرش. قلت لي علاش زعما؟ فهمتي شي مشكل زعما هادشي ماشي برايفيت زعما اللي يقدر يشوفوه زعما الناس ولا؟ قال لي نو ما يمكنش. ما فهمتش دابا الناس اللي في ميريكان سيرتو الناس اللي كيديروا فلوغات ولا فيديوهات تما، الا كنتو كتشوفوا هاد الفيديو واش كتلقاو نفس المشكل ولا غير انا تلاقيت مع هاد جوج ما تيبغيوش انك تصور سميتو؟ لانه فايت ليا مشيت لشي بلايص اخرين ما لقيتش هاد المشكل هذا بطبيعه الحال. ولكن انا غير كنشوف بالنسبه للبلاصه اللي مشيت كيبان ليا انه خصو يشكرني، لانه غيقول ليا مثلا ما تنساش تذكر السميه ديال المحل واللي باغي يجي هنا مرحبا به. وهذا ساعه ما بقيناش كنلقاو مشكل مع العرب، ولي دابا حتى المراكنا عندهم هذا الاشكال هذا. وبطبيعه الحال ماشي مشكل حيت ماشي كاملين بحال هكاك. المهم الخوت باش نساليو هذا الفلوغ هذا ولا هذا الفيديو هذا باش نعطيكم واحد الخلاصه مبسطه لهذا الشيء كامل بالنسبه للطوموبيلات المستعمله هنايا في ميريكان. يعني ما بلا ما تشنو معهم حيتاش يعني الطوموبيلات راه رخاص اوكي، وفاش كتخدم راه تقدر تشري اي طوموبيله بغيتيها. بالنسبه لينا حنايا او بالنسبه لواحد بالنسبه لينا العرب ولا المهاجرين اون جينيرال اللي كيتحرك بالطوموبيله مزيان ولا كيخدم بها تيدير بها هادشي ديال الديليفري ولا اوبر ولا ليفت، المهم كيخدم بها يعني كيعتمد عليها بزاف، كتاخذ بحال هاد الانواع هادو. بحال دابا انا هذه اللي عندي تويوتا بريوس 2007 خديتها ب 4100 نقولوا 4 مليون، ولكن صباره يعني كتخدم بها وكتصبر وهذا، وحتى الا خسرات البياس ديالها ما غاديش بزاف. كاينه تويوتا بريوس، كاينه تويوتا كامري، كاينه الفورد، كاينه الهونتا، كاينه الهيونداي، يعني بحال هاد الحوايج هادو. ما يمكنش لك يعني انت تاخذ شي مرسيدس غاليه وكتحرك بها بزاف وتاكل لك الغاز بزاف ولا الماتيريال يعني ديالها غالي، صعيبه يعني تياخذوها الناس اللي لاباس عليهم واللي ما تتحركش بزاف ولا شي بي ام غاليه، يعني بحال هذا النوع هذا. الطوموبيلات هنا فاش كتجي غير باش تسلك راه كاينين طوموبيلات اللي تلقاهم ب 800 ب 500 دولار اللي هي 5000 درهم 8000 درهم حتى المليون، يعني ماشي شي ثمن يعني رخيصه، ولكن فداك الديبار يعني غير باش كتسلك. هادشي اللي كاين الخوت في هذا الفيديو هذا. الى عجبكم ما تنساوش خلينا واحد اللايك، ما تنساوش ابوني اللي مازال ما تابوناش مرحبا به الخوت، هادشي باش كتشجعونا باش نحاولوا حتى حنا نحيدوا من وقتنا ونديروا لكم فيديوهات بطبيعه الحال اللي يستفد منها الجميع. ما تنساوش تبعوني في الانستغرام تاع هو راه تنكون فيه اكتيف بزاف، كنلوح فيه ستوريات كل نهار تقريبا. هادشي اللي كان الخوت في هذا الفيديو، خليو لي السوجيستنز ديالكم مقترحات الا بغيتو نهضر على شي حاجه في الفيديو الجاي. هادشي اللي كاين. وما نسيت نقول لكم واحد القضيه، باقي غنمشي للاوكشن. الاوكشن هو البلاصه اللي تلقى فيها هو المزاد اللي كتلقى فيها مثلا طوموبيله مشتتا، مثلا كتلقى مثلا شي فيراري دايره 800 مليون اوكي، كتلقى مشى طار لي هذاك القدام كامل وهي اصلا دايره 800 كتباع 100 ولا 120 تزيدوا عليها جوج الناس ولا بالاخر تيديها واحد فيهم يمشي ليه ان شاء الله، وتما غيكون يعني مزيان كاع بزاف. هادشي اللي كان الخوت، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. كان معكم ياسين من امريكا، تهلاو فراسكم، باي.